عديل خويا احمد فين؟ ابي شي عيان اخويا احمد اليوم شويه شي عيان ياك احمد جبنا لهم قميجه ديال الكارو اييه ثمن 80 درهم الهبال ديال الحماق الروينه في الكوزينه اخويا قميجه ديال الكارو شات طويله يا صحاب الزيف ثمن شحال 80 درهم هاي اخويا الهبال ديال الحماق فيها اربعه اللون هاي الهوينه في الكوزينه سيدي وثمن 80 درهم حمد المونطو باقي ما بقاش بقى في المونطو بقى في شي حبات قلال ياك شي اللي بقى في حمد قميجه ديال الكارو شحال الثمن 80 درهم الهبال ديال الحمار والروينه راه في الكوزينه نيش حي ده هاي عادل خويا احمد فين الهبال ديال الحمار اجبنا لهم هذا الكاب هذا ديال الكارو ها هو سيدي احمد شتي كيدير في احمد اربعه اللوان ثمن 80 درهم الروينه في الكوزينه احمد الهبال ديال الحمار هذا سيدي احمد ها البلوسيات 80 درهم ها القرونه ها الموطار ها الخضر الملكي ثمن 80 درهم 80 درهم الهبال ديال الحمار الروينه في الكوزينه احمد هاي 80 درهم هاي احمد غدا راه روبو الجمعه يجيو لي السبت هذا ان شاء الله يلاه حيد سيدي هاي.